يعني المدونات الإلكترونية والمنتديات الاجتماعية وفيسبوك وتويتر لعبوا دور كبير أكيد في إنه يسلطوا الضوء على الاحتجاجات تجاه الثورة التونسية، وما زال يلعب دور أيضا مهم ومحوري في فترة الانتقال الديمقراطي، يعني فترة إنه نشر كل الثقافة السياسية والوعي السياسي عبر الإعلام البديل. ولكن طبعا يبقى كل شيء ايجابيات وسلبيات، يعني ايجابيات هي معروفه عن مش تضيف على حاجه جديده، ولكن السلبيات بدات تغلب على الايجابيات، واصبحت المواقع الالكترونيه عوض انها تساهم في توسيع رقعه الحوار ما بين الاطراف السياسيه حول المواضيع مثلا كما النجدة السياسية، كما الاستفتاء، كما المنظمه السياسيه. مع الاسف الشديد كما قلت المواقع الالكترونيه والبلوج والفيسبوك يلعب في اشياء اخرى صراحه يندل هذا الجبين، تحول الحريه عبر الانترنت الى غير هدفها الاصلي، سب وشتم وقذف ونصب اعراض، وهذا صراحه ما يليقش بمجتمعنا. تزوج تقدم لنا معناها مدونه. مدونه هي الصفحه، هي الموقع الالكتروني يبدأ جاي عن موقع آخر، ممكن بلوك سبورت ولا ووردبريس إلى آخره، ويقوم صاحبه بنشر مواقفه إما بالمقالات أو بالفيديوهات أو بالصور. هذه مدونة، والمعلومة أن ليس كل الناس لديهم مدونات إلكترونية رغم مجهودات من أجل نشر هذه الفكرة. ما زال يعني نسبة المدونين في تونس مقارنة بعدد السكان ضعيفة غاية. ونتمنى ان كل مواطن تونسي يكون عنده مدونة بشكل يعبر عليها بالطريقه اللي يحبها عليها، بالدارجه الفرنسويه بالانجليزيه بالعربيه بالتصاور بالفيديوهات عن اي حاجه دفنه، يحب يشهر المشكله، يحب يطلع حاجه، يحب يغير حاجه، خلي الناس تعبر. فالايجابي ان هذه الوسائل الاعلاميه الجديده تعطي امكانيه للمواطن يكون اعلامي في نفس الوقت. انت عشت مع في فتره تدوير قبل وبعد الثوره، ما تقدرش تعطينا فكره صغيره على الكوميونيتي نتاع لي بلوغور، باش عرفتها باش سمعها؟ يعني دخولي على الانترنت كان يعني تقريبا سنه 2007، وكان طبعا في ظل الرقابه المسلطه على المدونات نشات العديد من المدونات يتم حجبها بشكل مستمر ومتواصل، ورغم امتهاني مهنة الصحفي بجريدة ورقية فإني دائما أعتبر المدونات في البداية ثم فيسبوك في مرحلة ثانية لديها القدرة على إيصال نفس المعلومة محبتها في الجريدة اللي نحن فيها، لكن توصل أكثر من الناس. فالمشوار هذا خلينا نعرف مجموعة من المدونين، كنا يعني في بلوز فير في تيم بلوز، يعني تقريبا سير تفاعل مرة إيجابي مرة سلبي في عديد من القضايا في العديد من المحلات. ما كيفاش ترد على اللي يقول هكا؟ والله يعني بخصوص تمويلات الجمعية في الحكومة التونسية كلها هي تتلقى تمويلات من مانحين الجمعية بما فيهم جمعية الوعي السياسي وجمعية الثروة، هذا هو الجواب. والمسألة لا تنظر من نفس الزاوية اللي تنظر إليها تمويلات مخصصة للأحزاب السياسية، لأن التمويلات مخصصة للأحزاب السياسية من الخارج قد تؤثر على أجندات الأحزاب السياسية لأنها ستتولى السلطة، على عكس المجتمع المدني الذي ليس لديه وفق الطبيعة فريق عمله وطموحات وصول السلطة. تونس واقعة، تونس الدولة التونسية واقعة اتفاقية الاتحاد الأوروبي، هذا معلوم مع عام 1995، والاتفاقيات هذه فيها بنود لتمويل المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي يعطي فلوس للجمعيات التي تعنى بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت والجمعية التونسية المستقلة والمساندة للسلطة كانت تلقى تمويلات ضخمة. اليوم باب التمويلات التسعة أمام الجمعيات التي نشرت الحديث بما فيها جمعية الوعي السياسي. الفلوس للسلطة. أحنا كيف عملنا المشروع هذا؟ نشوف. طرقنا جميع الأبواب في تونس. الخواص، المواطنين العاديين، الحكومة التونسية. لم يوفر هذه الجهات ولا بليون واحد. إيش نعمل؟ احنا مانيش رجال اعمال خالص. فكان الانتقال الى مرحله مجبرين عليها وليس مخيرين انهم يشوفوا المؤسسات التمويل الاجنبيه. المشروع هذا كان منظمه الفيدرال معروفه.
كما هو لما جاء عند فريدون هاوس جاء عند جمعية أخرى وفعل الله يعني نصور أنا إجابة واضحة إذا ثم أسئلة ربما نجم نجاوب فماش مقابل معناتها تفرض عليك ولا ولا مقابل هذه مثلا خلف مثلا خلف مش خلف وسط الدرجة أما جسمه ما فماش مقابل هاك تشوفوا فيها هذه خدمة هذه خدمة كل التمويلات الآن احنا خلنا بعد انتهاء المشروع سننشر في وسائل الإعلام الميزانية بجميع مصاريفها ومداخيلها التي ذهبت مشروع شروطي.